FM. الكلمة ليك. عنا مكالمة هاتفية. ألو، مساء الخير. ألو. ألو، السلام عليكم. السيد عادل العلمي، مرحبا بك. مرحبا. مرحبا بك، معك على الشاب ببرنامج الماسك على كابا فام. سي عادل، كنا نحكيه من قبليك على موضوع العنوسة وما أدراك ما العنوسة، وبعض المدخلين معانا يرجعوا الأمر إلى العديد من الأسباب. في اعتقادك موضوع العنوسة اللي تقريبا 60% هكا ولا 60% من النساء التونسيات يعانيوا منه، ما ردوا إيش بالضبط أستاذ عادل؟ هو أولا احنا يتم نشخصوا الحالة ونتكلموا على الخصوصية الشعب التونسي المسلم. أيوة. أنا نقول وهذا اللي توافقنا عليه في تونس، أقول جل أهل العلم، القضية البعد عن معناها المنظور الاجتماعي الشرعي الدين. لماذا؟ لأنه الأصل في المسلم الزواج يكون هدف واجب. تصور في طرحنا ما عادش ولا الزواج حاجة مطروحة ملحة استثنائية وربما لا نفكر كثيرا. ثم الموضوع زادة انتع الإباحية ويعني إلى حد ما إشاعة الفساد في المجتمع، يولي العزوف عن الزواج منحة وحاجة يعني يختارها الراجل وحتى ثم معناها من النساء. هذا الموضوع اللي راح يعني إيه؟ سعادة، ما تراش أنه الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي ما يشجعوش الناس باش تعرس؟ تشكون يخلط توا باش ينجم يعرس أبار اللي قلته أنت؟ يا نعم، شوف أنا شنقول، كان جاء فعلا الجنس مش مباح والزنا يعني مش متاح ومشجع عليه. رأي الناس كل عرست؟ نعم، رأي الناس كل عرست. فمن كلام هو الإنسان هي غريزة كيوان الجنس متاح وهذا يتقه، والله نعتذر من التوانسة الكل كبار وصغار ونساء ورجال، يقول لك أنا كله معروض. صحيح يتقال هذا؟ هذا واقع. شوف أنا ولا شوف أنا نتكلم من واقع من مجتمع واضح وجليد، هذه ناحية. ثم إذا كان مجتمع منحل أخلاقيا، ما عادش تحكي لي على يعني كما نقولوا نحن تقدم ثقافي ولا اقتصادي ولا علمي أبدا. هذا بالنسبة للمجتمع المسلم، إما ثم طهر وعفاف وانضباط يفيد بعد كما نقول ارتقاء على كل المستويات، وإلا هناك فساد وانحلال يساوي انهيار للمنظومة الكل. ما تقدرش تقول لا على صحيح زعما انحلال أخلاقي فساد كما نقولوا نحن على مستوى يعني العلاقات البشرية ويقابلها من غادي ازدهار اقتصادي. نحكي على المسلمين مش نحكي على الناس الأخرين. هذا إذا كان ولو نقول على الصفر، شوف أو لو فرضنا رب العائلة إذا كان، وإذا نقولوه وخلي الناس تسمع وكل واحد يقرر، إذا كان فاسد معناها كان عنده علاقات جنسية يعني فلت، ينجم يكون متميز معناها في خدمته، ينجم يكون متميز كما نقولوا نحن حتى في معلوماته من الجنس، علاش يتضرب الرمز اللي هو رب العائلة، وبالتالي لا تقعد عائلة. وإذا كان هو عنده ولا يقعد شيء مشبوهة المرأة مش تعمل معناها برديك علاقات مشبوهة وندخلوا في الدوامة هذيك. الحل الشرعي يا سي عادل شنو هو الحل الشرعي؟ الحل شوفي شوف شو نقول أنا وديما نقول، المرأة تقعد المرأة حرة لكن تولي عزيزة وتولي جوهرة مكنونة، اللي حاجته بالمرأة ما يدخلها كان من باب الزواج. معقول. وهذا شوف هل ايش يعمل الراجل؟ عنده حلين، يا يصبر ويصوم يا يدخل من الباب ويتزوج النساء والمرأة حرة، لكن هو يعني يسني ويسلس ويرفع. واضح سي عادل. معايا سي هشام، معايا سي هشام، معايا سي هشام سكسولوج. سي عادل يقول لك المرأة عزيزة يا تدخل لها من الباب وتخوها، يا تصبر وتصوم وتقعد رايض، ما انت ما لا مجال لإباحة العلاقات الجنسية ولا مجال لي وكذا وكذا وكذا. هو من ناحية المرأة عزيزة، المرأة عزيزة هي. ومن ناحية راجل يصوم، راجل ينجم يصوم كما ينجم يصومش، معناها ما كان نعاود نقول لك مرة أخرى، فماشي عصفور يبدأ يحوس أي. ويلقى طرف زيوان قدامه أي. موجود وما يحدث فيه حتى حد وما ما عنديش حتى رقابة، يتعدى ويخديه.
لازم نمشي ندوق وياك. يا فاقدي بكري. هاي المغريات برشا يا سي عادل. اسمعني سيدي، الرجوع الى ترشيد الانسان وما يوليش انسان كما نقولوا نحن حيوان. ما بودي ما ترشيد شو نعمل شو يا سي عادل؟ الزينة من كلمة حيوان انسان يا سي عادل. الزينة الزينة. اسمعني عايش اسمعني، الالفة راهو الالفة، حتى الراجل الالف نفسه. انا ديما نقول راي الرجولية اللي صونها يعني تتخان، واللي يبعثرها هو بيده. كالراجل اللي حسب روحه في حل وذكر ما عزي كم الراجل، هذي راي فطري. ثم ترجع لمرا عزيزة، فهمت؟ والإنسان مثالش، كالراجل يتعب ويصهر الليالي ويخدم 24 ساعة باش ياخو مرا وكذا كذا. علاش؟ حتى تقعد حاجة إلى حد ما يعني هدف ينشد. أنا لي ناخو مرا، أما أنا لازم ناخو كل ساعة مرا. ايه تقول لي انت جيني عملت وانت هكي خذيت مرأة، معناها حاجة ولت متاحة وإلى حد ما ليست معناها إنجاز. لا نحب نرجع إنجاز. أول شيء بالمنظور الديني الشرعي اللي انت بستبني أسرة وكذا كذا إلى خيري، ثم يما تقعد عزيزة وتقعد كذا كذا. أما توا أنا نقول كما تلاش إباحية في المجتمعات المسلمة، رغم ما تلاش أنوث. ثم هذه دكتاتورية النساء والمرأة تملك الراجل، إذا كان ديموغرافيا احنا قلنا ولا إحصائيات الكلام عبد العلمي، مية ونص ونص ما سمحتبناش المطلقة والأرملة. احنا طبعا انا فكينا الرجال في مجتمعنا، فكينا الرجال. انا مش متكلم من مشكلة كبيرة هذه. لا شوف، هات نحترم عقولاتنا، نجلس نعم وانا معاه انه يكون الحوار معناها فيه الأطراف الكل، ونذهب الى المشكل ساعة العرضو بكل جرعة وبكل مسؤولية، ونذهب الى الحلول العقلانية من دين من غير ما نسقط في الصفات اللي ممكن للهواء. هشام هشام طال يقول فيه سي عادل، اللي يقول فيه سي عادل سعاد، اللي يقول فيه سي عادل بصراحة معقول معقول. ما انت معتدل الراجل، قالك يا خويا كل واحد يصون نفسه، وهذه راي اسرة. شنو كل مرة من مرة المرة كل مرة بيت مع واحدة ويا خويا المغريات برشا، واحد يشد روحه زاد ما وزاد معقول. لكن ما نجموش اليوم نفرضوا كلام كيما هذا على الناس. كل انسان حر في نفسه زاد. لا هو يسمع الكلام، هو يسمع هو الكلام هشام. كل انسان حر في نفسه، مي كمان معناتها باش الدنيا ما تتخلطش وما الاخر يهز ويصبط ولا الاخر كذا. نرجع يا خويا يكونوا معتدلين وكل واحد. نرجع بسعاد، نحب نرجع بسعاد للعصور الاخرى، حتى في الاسلام. الاسلام سعاد اللي يظهر لي في الدين الاسلامي والشرع يشار على الرجل 4 زوجات وعدد ما يكفيه من الجواري، صحيح ولا غلط؟ سمعني انا جاوبني على قد سؤالي. مساج مساج انا راني استحالي. شوف انا راني مع كلام عاقل وراقي، انا نتعلم، انا مجرد تلميذ. شوف المراه حتى الأمة بصرفها وبعزتها وبكرامتها، علاش الأمة لا يباشرها الا واحد؟ توا المراه في تونس يباشرها 50 راجل ولا شوف يعني وضعية المرأة في تونس أقل من وضعية الأمة، ومش وارد هذا. أنا قلت مرأة تونسية حرة، أنا الحمد لله حرة فعليا. هي حرة يا سعادة، لا هي حرة المرأة التونسية. أنا سمعت يا سمعت، تحب المرأة التونسية تكون غالية، نعم باهي، وكون كبير وقدره، واللي لازم يحكي بها أخيرا أنه معناها إنسان باش يتزوج بها ثانية في تونس على لها تحمست في القانون، باش يمهر امرأة مليار وبساعتها مليار تحكي لها حقوق المرأة وكذا كذا. ولهذا خلي الأمور في الحريات المباحات الشرعية، نحط لها النتائج كان بخير. وبالعكس رأس المال يولي يدور ونساء في الحريات رأس المال هذه تاخذ مليار حتى كان طلقها بعد شهر ولا عامين، هي ولد كابيتاليست ياخذها تصدير ويكون مشروع وكذا كذا. وانا بشوف الحياة ما يخوفش، ثم يجلس بسلم فرح يعني الإباحي ونمشيه للمسخ. وقلت لك المسخ هذا اللي يجيب لي طيبة، هذا كلام لا يرتقي إلى منطق العقل. لا شوف نمشي، أنا ما قلتش يجيو للعملية وتولي المرأة مقموعة، لا تقعد حرة أنا عزيزة باهي. والراجل ذراعك على البسالش في الحلال وفي المباح، إيه خويا أنا مهارة امرأة مليار أنت ما تقدرش اقعد كذا كذا، ما يقلقش الكلام هذا. ثم اذا نعم ما حدش بينفع عند الزوجات، المفروض نسكروا باب الفساد. لو سمحني هو التونسي مش قاعد يعدد، قاعد يعدد ويعدد ب 50,000
اي وجهة نظر معقول، هات عدد موجود هو اصلا في السكريت. هذا هو ما قلنا، قلنا يعني الزوجه يقول لك اخويا علاش في السكريت وها وكن وشر، وانا مش ندافع على تعدد الزوجات، فقدت وجهه نظر تبدو 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 وجهه نظر معقوله. هو هو لو انا ما حبش يجيبني يجاوبني يمكن الاستاذ عادل، انا قلت له لا الدين الدين الشرع يشرع على الرجل اربع زوجات، وكذلك ما ما يكفيه من الجواري، يعني يقول ما ملكت ايمانكم. تي ما عادش فما جواري توه شيء، اي ما عادش فما جواري، لكن الدين يشرع للعلاقه الجنسيه خارج اطار الزواج. زاد سامحني مستحيح. كيفاش مستحيح؟ كي تقول لي انا ما ملكت ايمانكم، اش معناها ما ملكت شيئا؟ مش واقع، احنا قلنا الرق الرق والحمد لله انتهى. اي اي ما عادش فما رق. اي لماذا افتعال؟ انا شوف انا في طرحي باهي. يا سعاد يا سعاد هاك انت هاك هنا هاك هنا جيت في كلام سواء. الرق ما عادش والقانون تطور مع الرق وينجم يتطور زاد مع العلاقات الجنسيه خارج اطار الزواج. نعم حارب الرق بالتدرج، وإذا أي غلطه يقوم بها المسلم يكون معناها رده الفعل كما يقول العقاب هو العتق. وعطوا كثير فما الأمة أصلا وإيماء. تعرف يا سعادة تعرف اللي فما آية فما آية تعترف بشرعية بغاء الجواري ولا تعرف هذا ولا؟ نعم فما آية في القرآن تعترف بشرعية بغاء الجواري. لا تكرهوا فتيات لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا. أي ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. أي الرحمة. أي هنا سامحني 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 سؤال سؤال. أي الرحمة على شكون تنزل؟ على الفتاة الجارية ولا على ملكها سيدها ملكها؟ الموضوع هذا وفيه تفسير وعن عنا نخبة مقبولة تفسق. إيه فيه تفسير يا هشام؟ لا 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 فيه تفسير. ملك الجاهلية يبدو لي فيه تفسير. ملك الجاهلية سبع على البراءة جاء الإسلام حرمه. نعم السيد ما هو أن يباشرها. ما ملكت أيمانكم مش معناها ما ملكت أيمانكم يا شيخ؟ عندها الجارية عندها كرامة ما يا سي عادل يا سي عادل الرسول باش نعطيك حاجه خلينا نعطيك حاجه سي عادل يا سي عادل سي عادل سي عادل يهرب من المشكل يا سي عادل ياتي بسفاسف وحاجات سي عادل يا ليه مش سفاسف هذا موجود في الدين وفي القران وفي التاريخ الاسلامي يا سي عادل سي عادل الرسول صلى الله عليه وسلم يا سي عادل يا سي عادل سعاد الرسول صلى الله عليه وسلم يا سعاد يا سعاد يا سعاد الرسول الرسول والراجل والمرأة تقول مرضني راجل كذا كذا يولي الأسفة أصل والزواج مباح ومتاح بالضوابط يا سي عادل نرجع البشر يرجع بكرامته الرسول يهمني المراه ترجع كرامتها زوجه قبلت مرحبا بي وفما طلاق اذا كان الزم انا ما يكون الشيء متاح راه هذا غير بشري وحتى في عالم الحيوان ثم الزواج في عالم الحيوان شوف وفما العنف في عالم الحيوان سي عادل يعني مش نوليه ومعناها نزيدوا على الحيوانات وانا شوف انا شوف شوف انا نحبه فعلا نحلوا المشكل بعقل راسح وبنفس منفتحة ويسيدي أنا قابل كل طرح فقط يكون إيجابي ويزينا من الأمور الجانبية التي لا تأتي بخير. مش أمور جانبية يا سعادة سامحني بربي سامحني دقيقة دقيقة سامحني فضل. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عنده تسعة زوجات كانت عنده تسعة زوجات وكانت عنده جاريتين الأولى اسمها مريم القبطية والثانية اسمها ريحانة وهي يهودية. زوجته يا مريم شوف كانوا جاريتين كانوا جاريتين اختصاصك وسايب عليك انت تو مدين لا لا سايب عليا سايب عليا هذا التاريخ قلت لك يا غالب ماريا القبطيه من امهات المسلمين ايه بعد تزوجها من بعد تزوجها زوجته ثم محمد صلوات ربي وسلم صلى الله عليه وسلم هو بشر رسول لكنه استثناء في التشريع كان اعطيتني مثل ببقيه البشر ولا الصحابه ولا كذا كذا مقبول ومعقول اما نبي محمد صلواته هو استثناء عنده حاجات خاصة به خاصة ربي به ما توليش حاجة تتقاس بها يعني للبشر موجود هذا في القرآن لأنه رسول عنده حاجات استثناء حل سيدي فركس المشكل لا مش لوش المشكل أنا قلت لك الدين الدين شرع للعلاقة الجنسية خارج إطار الزواج نحب نبني معاك في الكلام أنا عندي مشاكل حارقة عندي بنات تونس معناها فإن وآهات لنساء تونس أنا ندافع عليهم. باهي شنو نقولوا؟ نقولوا يا ناس
علي وفور من شؤون الحرير رفضنا تعدد في تونس حتى بالعقود الشرعيه وما عادش ينجم القانون المشمول هذا يتطبق. علاش؟ كي تولي حالات المتزوج بثانيه معناها مئات الالاف لازموش يعملوا مستقلات واضح مستقلات للرجال ولا كلام فارغ ولا واضح سي عادل واضح وما عادش عنده حتى علاقه بالواقع واضح سي عادل الناس مازال ساكته لا نحبوا نقولوا الحق واضح سي عادل ان شاء الله ان شاء الله الموضوع هذا تو نعاودوا نثيروه يا سي عادل يا سي عادل الموضوع نحبوا نرجعوا المراه الكرامات واضح عندك كرامه يا سي عادل سي عادل سي عادل سي عادل سي عادل راهو التوقيت باش ينتهي سي عادل ان شاء الله الموضوع هذايا باش نعاودوا نرجعوا له مره اخرى باكثر استفاضه ان شاء الله تكون بحذانا ونحكيوا فيه اتتروبوزي. شكرا لك سي عادل العلمي على المشاركه معنا. سي هشام في اقل من دقيقه في اقل من دقيقه هو كونه انا اقترح احداث صندوق للزواج يقدم القروض الماليه للقادمين على الزواج ب تيسيرات يعني بتقديم لهم تسهيلات في الدفع وفي مش تتفضل المشكله هذه على كل يعني تي على الاقل ساهموا في حل من الحلول على الاقل. الاسبوع القادم نحكيوا في العلاقات الافتراضيه ان شاء الله الاسبوع القادم باش نحكيوا في العلاقات العاطفيه الافتراضيه. على كل شكرا لكم على المشاركه معنا في الاعداد مروان بوميز علي تربيسي نزار الزديري في المونتاج سمية رقيق في التغطيه المرئيه صابر بوعفيف في الاخراج سهير الزيان والفهم الغزواني. نلتقي ان شاء الله يوم الاربعاء القادم في العلاقات العاطفيه الافتراضية كابا فان الكلمة ليك.